كلشي كيحلم يولي اونتربرونور، وكلشي كيولي تيحلم يدير مقاول، وكلشي كيحلم يدير الفلوس. واللي ما عارفينش هو مشيتي كتبتي اونتربرونور، بارتنر ديالك موعدك بشي هضره وبلي غادي يدوز لك شي سلعه شي تاريخ فلاني، وبلي الا درتي كذا 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 غادي يدوز لك حتى قدا ما بقاش دوزه. المهم شوف ديما كاين المشاكل، ما عمر المشاكل كتسالي، وهاديك هي الحلاوه، فهمتي؟ هاديك هي الحلاوه ديال الحياه. ولكن نقول لك حاجه واحده اللي كتخليك يعني تتجاوز هاد المشاكل هادو، هو تكون جالس كنقرا في واحد الكتاب اللي قريته وعاود قريته، ومن تنقول تنعاود نقرا واحد الكتاب اللي كنت قريته ما يعني ما كنعنيش تنعنيش كنقرا كامل، تنعاود نسترجع شي بارتيات شي دي بارت منه اللي عجبوني وكنعاود نقراهم، فهمتي؟ نقول واحد الهضره ما عمري قلتها، جامي سبق ليا قلتها، يا راه دابا راني مهيت ليها باش ندوزو لها. دابا اي حاجه كديرها مزيان في حياتك عرف راه درتيها بزاف المرات وعاودتيها بزاف المرات عاد وليتي مزيان فيها، راني يعني جي الله كنمهيت باقيين في التمهيد، يعني باش تسوق الطوموبيله مزيان ما جيتيش اول مره سكتي الطوموبيله مزيان وبقيتي كتعاود وتعاود وتعاود حتى وليتي كتسوقها مزيان، باش تولي كدوي نفس القضيه، باش تولي كتمشى نفس القضيه، المعاوده عاد تولي مزيان. لا ما غاديش تكون حياتك غارقه وتجي تقرا كتاب اجي يبدل حياتك، امبوسيبل. ما غاديش تفرج فيديو واحد اجي يبدل حياتك، امبوسيبل. ما شحال من واحد تقول لي اخويا سيمو شي فيديو نتفرج فيه يبدل حياتي، اخويا سيمو شي كتاب نقرا يبدل حياتي، امبوسيبل. كنقول ديما في الفيديوهات اللي فاتوا ريبيتيشن از مادر اوف ايفريثينغ، اي حاجه واعره كتجي من المعاوده. بزاف ديال الكتوبه اللي تسمع بهم كندوي عليهم، ابي الغني ابي الفقير عقد قوك الخفيه، قريتهم بزاف ديال المرات حتى وشي به وليت حافظه. الكتوبه هادو اللي ذكرت هيك اكزومبل، ماشي زعما هما اللي كاينين، بالعكس من بعد كتزيد كتكتشف كتوبه اخرين، كتزيد تكتشف حوايج اخرين. كاينين دي زانترفيو في اليوتيوب محطوطين ديال شخصيات معروفه، راه فريمون كتفرج فيهم راه تبارك الله راه بزاف. كاين الانترفيو اللي تفرج فيه اكثر من 30 مره، كاين نقول لك داك الوثائقي ديال السيكريت السر كنت تفرج فيه اكثر من 100 مره، ايما كنلقى مانجير كنطلقو، ما نلقى مانجير نكون خدام ونطلقو في الباك جراوند، يبقى يشد شي هضرات. ما غاديش تمشي لايفينمون واحد غادي تبدل حياتك، ما غاديش تقرا كتاب واحد تبدل حياتك، ما غاديش تشوف فيديو واحد غادي تبدل حياتك، خاصك بزاف كتبني درجه بدرجه بدرجه بدرجه. على حقيقتي كطرى بزاف ديال الناس، شنو كيطرى؟ مثلا كاين واحد ليفينمون ديال توني روبنز، ولا كاين واحد ليفينمون ديال شي اخ عربي بحال احمد عماره، تيقول غادي نمشي لهاد ليفينمون هذا، كيمشي فرحان وكاين داك الحماس وداك الشيء وكيسافر وكيسمع ديك الهضره وتيرجع وتينعس عاوتاني تيرجع لحالته الطبيعي. ليفينمون ماشي هو اللي غادي يبدل حياتك، انت اللي غادي تبدل حياتك. ليفينمون غادي تاخذ منه شويه، غادي تمشي غادي تاخذ منه واحد شويه غادي تجمع عندك، غادي تمشي ليفينمون اخر غادي تجمع عندك، غتقرا كتاب غادي تزيد عندك، غادي تشوف فيديو غادي تزيد عندك، وغادي كتزيد المعرفه ديالك. سمعتينا شنو قلت؟ كتزيد المعرفه ديالك، كيتزاد داكشي اللي كتعرف، ولكن داكشي اللي كتعرف ما عنده حتى قيمه الا ما تحطش في ارض الواقع، خصك تطبقو في ارض الواقع، خصك تخدم به. ما خدمتيش به ما غادي يعطيك حتى شي حاجه، بحال شي واحد عنده شي سلاح وما خدامش به. تخيل معايا مشيتي شريتي احسن كور اللي تعلمك دير الاعلانات ديال فيسبوك، وليتي فهم الاعلانات تاع فيسبوك، وليتي المعرفه ديالك ولات مزيانه، ولكن ما مشيتيش طبقتيه، بيان سور ما غادي تبدل حتى شي حاجه في حياتك، وتبقى انت هو انت وحتى حاجه ما تبدل. ديك المعرفه اللي عندك راه معرفه نظريه، ملي غادي تجي تبغي تطبقها في الاعلانات ديال فيسبوك في الواقع تلقى بزاف المشاكل وبزاف ديال الصداعات، وكتحط الكارطه ديالك في فيسبوك غادي تسد ليك، وخصك تصيفط لهم من الاول تبدا العراقيل، ومن ورا ما تصيفط لهم عاوتاني يعاودوا يحلوا لك الكونت وتبدا دير الاشهارات عاوتاني يعاود يتسد. هاكا تكون البدايات، بزاف ديال الدراري فهمتي ما تيكونش واجد لهاد البدايات هادو، ما تيكونش واجد للواقع، الواقع صعيب. مي هاك عاود عاوتاني تصيفط لهم لاكارت ديالك وتصيفط لهم المسائل ديالك وتفسر لهم البيزنس ديالك وتقول لهم راه لا راه مرتك فاش غادا، يعاودوا يطلقوا لك عاوتاني وغادا. الناس ما كتكونش واجده لهادشي، ديما كتكون واجده لديك الطريق مسرحه والامور مقاده والطريقه تبقى غاده. والجميل في هادشي والعادل في هادشي واللي ما يخليش اللي يبقى فيك الحال يعني عادي، وانا راه كاع المبتدئين كيدوزوا من نفس الحاجه، يعني راه كاع اللي كيجي كيبغي يبدا كيدوز من نفس المشاكل من نفس سميتو، حتى كتفوت واحد الوقيته عاد صار الامور كتيسى. كيعنيش انا غادي توصل واحد المستوى ديال سالي والمشاكل، ديما ما حدنا الحمد لله عايشين في الكره الارضيه الا والمشاكل نازلين علينا، ولكن الحمد لله انهم نازلين علينا كاملين، والمعلم هو اللي كيتقاتل مع المشاكل ديالو. تسالي المشاكل في الاعلانات يجيو المشاكل في الستوك الديوانه ساليتي المشاكل ديال الديوانه والستوك، حضر الستوك تقلتي بخير، تلقى عاوتاني داك البلاتفورم اللي كتستعملوا باش كتتصلوا بعباد الله ديال السي ار ام ديال باش كديروا جيستيون ديال لي كليون ديالكم، طرا فيها شي مشكل عاوتاني.
البارتنر ديالك موعدك بشي هضره وباللي غادي يدوز لك شي سلعه في شي تاريخ فلاني وباللي الا درتي كذا 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 غادي يدوز لك كذا كذا، ما بقاش دوزه. المهم شوف ديما كاين المشاكل، ما عمر المشاكل كتسالي، وهذيك هي الحلاوه، فهمتي؟ هذيك هي الحلاوه ديال الحياه. ولكن نقول لك حاجه واحده اللي كتخليك يعني تتجاوز هاد المشاكل هادو، هو تكون اقل مسؤوليه، فهمتي؟ على حقيقتاش ملي كتكون هاز واحد المسؤوليه كبيره اكثر منك، كتولي انت كتبع الحياه ماشي كتجر الحياه لجهتك. قدر ما تفهمش هاد الهضره اللي قلت، ولكن غادي نفسرها لك بجوج ديال الناس، واحد خدام ب 4000 درهم ولا اخر خدام ب 4000 درهم. يعني هذاك كيشد 4000 درهم ديالو كامله كيصرفها في الشهر وكيعيش بها، المهم حتى واحد ما تابعو حتى واحد ما كيتسالو شي حاجه. الاخر عنده 4000 درهم حتى هو، الاخر عنده 4000 درهم ولكن عنده واحد الكريدي ديال واحد الدار وعنده واحد الكريدي ديال واحد الطوموبيل، كي 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 تيشقر ليه من داك الصالير تيدي ليه نص تقريبا وكيعاني، فهمتي؟ يعني ولا بد خصو يخدم ولا بد خصو يتقاتل. هاد جوج ديال الناس محطوطين في نفس الظروف، ولكن هذا اختار انه يهز شي مسؤوليات، الاخر ما بغاش ديك المسؤوليه. كون متاكد باللي خونا اللي ما عندوش المسؤوليات كيقدر يتحرك سريع من خونا اللي عنده المسؤوليات، ويخاطر اكثر من خونا اللي عنده المسؤوليات. وسطر على ديك كلمه شي خاطر، لان في المخاطره فين كاين الربح، مور ريسك مور بروفيت. كلما كان الريسك عالي كلما كان البروفيت عالي، والناس كتهرب من الريسك. والريسك هو فين كاين الربح، فين كاين المخاطره كاين الربح. وكلشي كيحلمي يولي اونتربرونور، وكلشي كيولي تيحلمي يدير مقاول، وكلشي كيحلمي يدير الفلوس. واللي ما عارفينش ولا مشيتي كتبتي اونتربرونور في جوجل ولا في قلبتي على التعريف ديالها في اي انسيكلوبيدي، غتلقى بلي التعريف ديال اونتربرونور هو، غادي تلقى التعريف هو واحد الشخص كيقوم باداره المخاطر. هذا هو التعريف الوحيد اللي كاين، يعني واحد الشخص. شوف هذه هي لونتربرونوري هذه الصراحه، ما تحاولش تصنع شي حاجه، هي حنا كنجيريو الريسك صافي. يعني ما يمكنش انت تكون كتهرب من المخاطره والريسك، كتهرب من الريسك وفي نفس الوقت باغي تكون مقاول اونتربرونور، مستحيل. يعني بحال اللي قلتي هي جات في الشرق وانت غادي في الغرب، لا راك ما غاديش في نفس السطر. انت ما خسرتي والو، غادي تمشي لجوجل غاتكتب اونتربرونور، غاتكتبها تمايا، قرا التعريف ديالها، قرا التعريف فهمتي، حاول تدخل شي 3 4 ديال المواقع، قرا التعريف فهمتي، يعني باش تعرف راه المخاطره شي حاجه اساسيه. هنرجعوا للمثال ديال الناس اللي كيشد 4000 و4000 درهم، هذا عنده 4000 درهم كامله ما عنده حتى التيزه، ما تبان ليه شي فرصه تجي خاطر، اجي تلع. هذا ما يقدرش يخاطر، لان البنك كتسنى يجي يخلص لها الدار والطوموبيله اللي كان خدها، خاصو يبقى في نفس البلاصه. سورتو الانسان في العشرينات ديالو يستغلو، يكون عالي المخاطره جدا، ما عندك ما تخسر اصاحبي، خاطر مع راسك فهمتي، وما ديرش التزامات، ما عندك ما دير لا بدار لا بطوموبيله، بالعكس فهمت، هذه الفرصه باش تبني حياتك، هذه هي الفرصه باش تخاطر. ما غاديش تطمع في دار وطوموبيله صغيره، غادي تخاطر وغادي تدخل في شي حاجه هاي ريسك فهمتي، وماشي مشكل حتى شي حاجه، ما عندكش التزام، ما غاديش تموت لا 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 فشل داكشي اللي كدير. وفي نفس الوقيته لا نجح داكشي اللي كدير، غادي دير احسن دار وغادي دير احسن طوموبيل وغادي تعيش احسن حياه فهمتي. يعني الواحد تيبان ليا من ديك الفتره ديال العشرينات كامله حتى 32 ماكسيموم 36 عام عاد رابع فات. هاد المثال هذا ديال 4000 درهم مع 4000 درهم على حقاش جوج الناس كنعرفهم، هادو جوج ديال الدراري خدامين كورتي في الديوانه فهمتي. كورتي يعني هذاك اللي كتعطاه ملف وكيمشي كيجري عليه في الديوانه باش يخرج السلعه في الاخر، هادو جوج ديال الناس. اما جوج ديال الناس، واحد مشى بعيد والو، كان كيشد الصالير ديالو كيخدم مزيان، ضحك مع عباد الله، ناشط. الاخر كيبدا خدام، مشى خدا كريدي ديال طوموبيله وكريدي ديال الدار وبقى سارح معاه. نهار شافهم واحد السيد جاي عندهم قال لهم نتوما كتقاتلوا تبارك الله، انا راه باغي ندير واحد الشركه نفس الخدمه اللي كتخدموها، وندير لكم كاع بورسونتاج على كل دوسي كتخدموه، تولي تخلصوا الصالير بلس بورسونتاج على كل دوسي كتخدموه. خونا اللي ما عنده حتى شي التزام قال له اوكي ومشى تلاح معاه. خونا اللي عنده الالتزام قال لي انت الله شركه جديده تقدر تفشل، انا كتسناني البنكه، كتسنى الخلاص ديال الطوموبيل، كتسنى الخلاص ديال الدار، مشكله الالتزامات. الفرق فين كاين؟ في المخاطره. واحد قدر يخاطر، واحد ما قدرش يخاطر. اللي قدر يخاطر فهمتي جمع واحد البركه الفلوس مع داك السيد، دار واحد البركه ديال الفلوس، ولا تيمشي على برا كيجيب طوموبيله كيديوانيها تيبيعها في المغرب صافي، بقى غادي في طوموبيله ثم طوموبيله ثم طوموبيله ثم جوج ثم ثلاثه، ثم بداو تيثقوا في عباد الله، ولا كيدير 4 5 6 واحد الوقيته ولا دابا الكراج ديال الطوموبيلات فهمتي، يجيب ديواني بيع ومشى بعيد.
مشى بعيد 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 بزاف، مشى بعيد بزاف. دابا فهمتي، دابا ولاو دي ريستورون سناكات وطاكوسات وغادي السيد سير. لحقيتاش ما كانش ديال شي التزام تافه في الحياه، تيدير التزامات عامره، وكان واجد باش يخاطر. وكلما كنت اقل التزاما في الحياه، وتا واحد ما كيتسالك شي حاجه، لا بانكا كتساك، لا خونا كيتسالك، ما هادش شي مسؤوليه فوق دارك، كلما كنتي كتحرك بالزربه وهانيه تخاطر، وكلما كنتي عالي تخاطر كتربح اكثر. ما كتولي صعيب تخاطر الا كانوا عندك التزامات. كيفاش البنكة كتسنى انت غادي تخاطر؟ المراه كتسنى صاحبي وانت غادي تخاطر، الوليدات كيتسنى وانت غادي تخاطر. ما يمكنش صاحبي، صعيبه صعيبه. كاين الناس كيديروها ولكن اخويا صعيبه. انا مني انا والله ما نديرها، والله قسما بالله ما ندير. كيبقى في الحال ملي كنشوف الدراري في العشرينات ديالهم باقي ما عنده لا 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 حماره لا طياره يخاف عليها، وقال لك ما باش يخاطر، وكيقلب على شي حاجه اللي ما فيهاش الريسك. لا سيدي، دابا هادي الوقيته ديال الريسك، ومور ريسك مور بروفيت. سمعنا، نرجع لواحد الحاجه مهمه باش ما نخليوش هاد الكلمه ديال المخاطره سارحه، ديما كون قانون. الهضره دي قلتها لان نبهني الدري الصديق ديالي بحال هذا، صيفط لي ميساج قال لي خاي سيمور على الهضره ديالك راه يقدروا يفهموا شي ناس غلط، يقدر يفهمها هاي ريس كنمشي نبيع الحشيش. لا خويا ماشي قانوني، في حياتك ديما رد البال تكون قانوني، لان القانون غادي يمحنك الصاط. قبل ما دير شي حاجه سول مزيان واش هادشي اللي كدير ولا باغي دير، سي ميو باغي دير قبل ما دير، واش قانوني ولا غير قانوني. لان راه الغير قانوني راه تمشي للحبس، ماشي تخسر هي فلوسك، تخسر فلوسك وحياتك. واغلى حاجه، اغلى حاجه تخسر في هذه الحياه هذه هي الحريه ديالك. يعني ديما لعب على قانوني، ما ندخلش معك في اخلاقي غير اخلاقي حال الحرام، فهمتي؟ ما يكون قانون، رد البال مع قانوني وسطر عليها مزيان 10 سطور. اخواني اللي متابعيني مش حال هادي تيشوفوا، كانوا يشوفوا شي سطوريات ديال هاني مشيت عند المحامي ديالنا في تايلاند، هاني جيت عند المحامي كلفت المحامي يدير كذا كذا كذا. هاد السطوريات هادو ما عرفتش تلقاهم، يقدر في اليوتيوب تلقاهم، فهمتي؟ راه ديال شحال هادي قدام، يقدر لك كتبتي سيمو لايف المارش ميلو، غادي تلقى غادي تلقى غتلقى غتلقى يقدر هذوك. النهار فاش درت الستوريه ديال كندوي على واحد التجربه سميتها المارش ميلو، هي فاش كنت هي ديك الساعه فاش كنت طالع في شي وراق وشي صداعات عند المحامي ديال المارش ميلو، ولكن فهمتي كتبها بالعربيه المارش ميلو، فهمتي؟ غادي تلقى تلقى جوج فيديوهات، تلقى حتى ديال واحد الفيديو سميتو الدحيح، حتى هو كنصحك تفرج فيه. واصلا انا في ذاك الفيديو ديالي كندوي على ديك التجربه، تندوي على الفيديو ديال الدحيح، والفيديو ديال الدحيح كيدوي على ديك التجربه. المهم خلاصه القوله الصاد، خصك ترد البال مع الجانب القانوني، فهمتي؟ على حقيقه تما حياتك، يعني هادشي الهضره كامله جبدناها بسبب هذاك الميساج ديال الصديق ديالي ديال رد بالك، راه الهضره ديالك قدرت تفهم غلط، يقدر يتفهم انه مور ريسك، يعني مخاطره عاليه الحشيش. لا، على حقيقه كيتعرضوا لنا فرص ملي كتولي كدير بيزنس كبير، كيتعرضوا عليك فرص فهمتي ديال تربح فيهم اكثر، ولكن تخالف القانون. مثلا انت تبغي تامبورتي شي حاجه على برا، خصها بضع تراخيص بيان سور، خصها شي تراخيص سور خاصين. كاين اللي تيجي يقول لي شوف اخونا انا غادي ندخل لك ديك السلعه ديالك مهربه، ما تخصك لا تراخيص لا جوج لا ثلاثه، حتى تجي حتى لعندك. اوكي مزيان، ها هي دخلات، ولكن الا حصلات ها شي واحد استعملها ودات به لواحد الضرر وانا مدخلها بلا تراخيص، فهمتي؟ ما كاينش باش تحمي راسك، خاص ديما ترد بالك مع القانون. خلاصه القول، خاص ترد بالك مع القانون، والقانون ما يضحكش فهمتي، يقدر يرعفك كاع داكشي اللي جمعتي، داكشي اللي درتي فواحد المده طويله يقدر يمشي في ليله واحده. قيس وتمريسبكتي القانون وكيحترم القانون، وهذا ما كيحترمش القانون كيتسمى قراب، وهذا كيحترم القانون وكيتسمى بيزنسمان، وهذا هو الفرق. وهذا كيحترم القانون، هذا لا. خلاصة القول، راه طولنا في الهضرة، هاد الهضرة هادي كاملة اللي درت في هاد خمسة ستة ستوريات الآخرين فهمتي، ما كانش كاع خاصني نديرها. ما زيد التنبيه ديال الصديق ديالي ديال الهضرة ديالي ما خاصهاش تفهم غلط. المهم الصاد هو خاصك تكون أنت هاي ريسك، تكون مخاطر شجاع أخي. 20 عام العشرينات معلم، حتى ديك 32 أنا قزا معلم، ما عندك ما دير بشي التزامات. الدار والطوموبيله، كلما كنتي عالي المخاطره غادي تجيب الدار والطوموبيله والمراه، وماشي اي دار وماشي طوموبيله وماشي اي مراه. طلف والديك وغادي يكون عندك واحد الشعور هو اللي مهم، واحد الشعور ديال انت فخور براسك درتي شي حاجه، لان صعبه راه حياه دايزه صاحبي، حياه دايزه. وتفكر راسك ما عمرك خاطرتي في الحياه ديالك، وكنتي ديما مخبع جنب الحيط كلب بوشه صاحبي.